الرحيم مستاهلة كل متابعينا في كل مكان أينما كنتم أينما توجدتم. نعم هنا للبطولة الرواية الخامسة الجولة الثانية ضمن منافسة كل تأكيد الجولة الثانية. اللقاء الذي يجمع فريقين اليوم سلام سامعة يواجه فريقين البوادي فريق يعشق كرة كواسي ميجا مايكي 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 يبحث عنها الفريقين كل تأكيد أكثر مواجهة جمعت الفريقين كانت هناك في البطولة الثانية المكتبات والصقيعة جيل البوادي للإصلاح حينها بخمسة أهداف مقابل ثلاثة. الصافرة تأتي الجميع ينتمي لهم هنا أحمد يلعب لكرة طويلة على يمي خطيرة وكرة راكلة وين أقرب هناك إلى حارس المرمى حاضرة وصلت الكرة هناك عند سعيد أحمد من طريق الأيمن أحمد يتقدم إلى كرة سريعة 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 خطيرة يا الله أخطر فرصة في المباراة ضاعت يا موسى هدف اول الاخضر وسعيد خالد سويت والكره الثالثه وعمر الجيل كره عرضيه خطيره يا غير بعيده الكره مرت عادت الى خوردي ابعد الكره في اللقطه الماضيه لعب قريه الملعب من سيقدم من سيسجل اولا تابع اللقطه شوفوا الكره الحاضره الان طويله عاليه عادت اللقطه من جديد وصلت الى صاروخ مستحيل يا الله يا صاروخ اي كره في الصاروخيه ارسلتها لك خرمي الانسى كره وصلت الى ماريا السلام يبحث الان طويله عاليه وصلت هناك على جرم الايسر كره وصلت الى هنا للسلام هنا للاصفر يا خطيره لكن مش لفه هذه اللقطه كل فهد الى استغلال هذه الثابته الكره قادمه لاجيل البوادي الكره قادمه سعيد طويله على خطيره عملت الا الثلاث هي الخطا في اقصى اللعبه الماضيه وكل ثابته فريق كنت اكيد يعطي كل ما لديه في كل بطوله سلام الجامعه الان على جيلان الكرة على اليسار على بكرة السلام بكرة على عز على مر على بكرة هذه خطيرة عبرت إلى الركة الركنية السلام يضغط إلى السلام يعيد الكرة هناك عند علاء مارسيلو 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 تبي لكن أخطأ لما سعيد سريعة الله يا موسى الله يا موسى لا 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 لا, لا. مستحيل مستحيل لكن هناك قبلها رايا عادة السلام عادة عبد اسماعيل الله على التمريرة شوف مارسيلو شوف على ايدين التغطية تاتي هنا في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام متابعينا حكم لقاء استحسان الاول يطلق صافرته معلن نهاية مجرى الكروي شوط المباراة الاول إذا بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام متابعينا عودة إلى شوط المباراة الثاني شوط اللاعبين انتهى شوط المدربين ابتدى التغييرات إلى خاطئة عادت اللقطة من جديد راسية قيادي استلام بسعيد 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 يلعب لكرة وسط على من ريان 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 هذا بكل تأكيد يا بكر المدعي يستدعي حكم الساحة الأستاذ حسين ناور لمشاهدة الكرة الماضية يا حسين الى حسين هنا على يدين لقطة ولعبة قادمة في اليمين طويلة على من على يدين التغطية تغطي صاروخ أي كل ما زالت مستمرة ما زالت مستمرة عرضية مستحيل أمانية يحاول أمانية بلمسة وصلت إلى السلمي سفرة النهاية
الانتصار هذا